نحن 7 إخوة، 4 أولاد وثلاث بنات، وقد توفي والدنا إلى رحمة الله تعالى قبل 30 سنة، وكان عمري آنذاك 1 سنة فقط، وأنا أصغر إخواني. وقد خلف لنا والدنا تركة كبيرة من أراض زراعية وبيوت وأثاث وغير ذلك، ولكن الاثنين الكبار من إخواني احتووا على جميع مستندات المرحوم وقسموا الأرض على ما يعجبهم، وأنا طفل صغير لا أعرف شيئا، وبقينا عايشين جميعا، وتركتنا كلها سوا منذ 18 سنة، وقد تزودوا كلهم من أموالنا جميعا، وتزوجت أنا أيضا، وبعد 2 سنين من زواجي انفردت لوحدي، ولم يعطوني إلا القليل من الأرض الزراعية فقط، وعندما كنت أطالبهم بقسمة بقية التركة رفضوا ذلك، ولا يردوا علي إلا بالشتم والتسخط، ثم يستمر ويقول: إنني لا أستطيع المرافعة في المحاكم، ولا أستطيع أن أدع محاميا يحامي عني، فكيف توجهونني وتوجه إخوتي؟ جزاكم الله خيرا. نحن لا نملك إلا أن نوصي هؤلاء الأخوة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يودوا حقوق الناس وحقوق إخوانهم التي عندهم، هذا هو الواجب عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، يقول سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك وفي غيره. وأما من ناحية ما ذكره السائل أن إخوانه ظلموه حقه وتصرفوا بمال الميت تصرفا سيئا وحرموا أو نقصوا بعض الورثة، فهذه دعوة والحكم فيها أرجع إلى المحاكم الشرعية، إلى القاضي الشرعي والذي ينظر في ذلك. جزاكم الله خيرا. القضية أن أخانا مصاب بضعف مرتين، الضعف الأول صغره وقد استغلوا ضعفه إخوانه كما يقول، والضعف الثاني أنه لا يستطيع المرافعة في المحاكم ولا يستطيع أن يدع عنه محاميا، فلعل الشيخ صالح له كلمة حول هذا الموضوع. إذا كان المحامي يستطيع تخليص حقهم وإخراجه من أيدي هؤلاء، فإنه ينصب المحامي ويعطيه شيء من المال من نفس التركة، من نفس التركة أو من غيره، أو من غيره. فنصب المحامي إذا كان يحصل به الوصول إلى الحق من غير ظلم لأحد، لا بأس به. طيب. جزاكم الله خيرا.